مرحبا، معكم سهى، واليوم آخر فيديو في شابتر 3 اللي هو البارتيكلز الإضافات هاي الصغيرة، ورح نكمل اليوم عشان نخلص ننهي هاي اليونت. ودرسنا كثير، هنا 20 يونت، فخلينا نكمل. هي رقم 20. قبل ما نبدأ، إذا مش مشتركين في القناة سبسكرايب ولايك كومنت، وكتبوا لي في التعليقات وانشروا الفيديو مع أصدقائكم. طيب اليوم اللي هي آخر بارتيكل رح ندرسها اللي هي مدى. زمان عملت عنها فيديو في الانستغرام، بس خلينا كمان مرة نسمع الأمثلة وشوفوا إيش معناها. والشنين ويسلي شنين يرويل مدى كيوهيك هيا، ويسلي يرويل مدى كيوهيك هيا، تذهب إلى الكنيسة كل أحد، كل يوم أحد. كيتشانين هنشيغان مدى إسايو، القطار هنشيغان مدى إسايو، يعني هاي القطار موجود كل ساعة. نارا مدى كوكاغا تلايو، كل كوكيغا تلايو، كل دولة إلها علم ثاني مختلف. كوكا مدى، نارا مدى. طيب إيش حسب رأيكم معناها مدى؟ كل يعني بتحدد كل، صح؟ كل يوم أحد، كل يوم اثنين، كل دولة، كل ثقافة. منوا مدى مثلا تلايا، وهيك بحكي. ايش بحكي في القاعدة؟ مدى هي تضاف الى الاسم عشان يعني تعبر عن repetition، تعبر عن تكرار حدوث الفعل، يعني تكرار حدوث فعل او شيء في نفس هذا الوقت او في نفس هذا اليوم. يعني كل خميس بروح مثلا على مكان على الجيم، كل احد بروح على المطعم هيك، او على وقت. معناها في اللغة الإنجليزية every أو once every، يعني كل مرة بالشهر مثلا. طيب تودل مدى موريريل تحلايا، يعني كل شهرين بقص شعري، شهرين مرة. تودل مدى موريريل تحلايا قص شعري. وبن مدى تيهاتشوري ويا، كل خمس دقائق يأتي القطار. وبن مدى، لكن كل خمس دقائق. وبن مدى، ترى وبن نضيف المدى، تياتشو رواية وبيجي القطار. الشيء الثاني في القاعدة بحكيه، هي بتدل على all أو everyone، يعني الكل، كل يعني الكل of something. خلنا نشوف إيش معناها. بدون يعني exceptions، يعني بدون مثلا تشومال مدى يوهينيل كايو، يعني كل عطلة أسبوع أنا بسافر، يعني كل عطلة أسبوع بسافر. أو شمشمشي غانينان شكتن مدى تحريكا أبصايا، وقت الغداء كل المطاعم فيش فيه، يعني فيش طاولة، فيش يعني مكان الواحد يأكل تحريكا أبصايا، يعني فيش مقعد يعني available. طيب خلينا نشوف الأمثلة. الشيغان مدى بوسيغا تشولبل هيو، كل ساعة القطار يعني تشولبل يعني بيجي. نال مدى تونسي هيو، كل يوم منظف. نال مدى نال يعني كل يوم، يوم نال مدى تونسو هيا ونظف. هي مدى ويجو كيوهينيل هيا، يعني كل سنة راس سنة بسافر برا البلاد، خارج البلاد. تويل مدى كاجو كاجو شنوها، يعني كل سبت أتكلم، يعني أتصل في عائلتي. تويل مدى. طيب مثال إيبون شو كيميويل شونيوغي شيغاني إسايا، يعني إيبون شو هذا الأسبوع يوم الكيميويل الجمعة في التونيوك، يعني في وقت العشاء، يعني شيغاني سايو عندك وقت. بحكي كيميويل مدى، كل يوم جمعة تيكوندوريل بيوايو، أنا كل جمعة بروح أتعلم التيكوندو. كريسو شيغاني أوبسا، لذلك لا يوجد عندي وقت. طلعوا كيميويل مدى، كل جمعة. طيب بينجيغا تحاجوي سايو، يعني عادة في طيارة يعني موجودة. إتل مدى سايو، كل يومين تيجي هاي الطيارة، لا يعني تسافر لدولة معينة. إتي المدى، كل يومين. كمبيوتر غا كيوشيري، كمبيوتر غا كيوشي المدى إسايو، يعني الكمبيوتر موجود في كل فصل في كلاس. بحكيناه مودين كيوشيري تاي سايو، يعني موجود الكمبيوتر في كل الصفوف. ترى كيوشي المدى، في كل صف. تنكمل بدا مدى، أباتي مدى. طيب
هسه بحكي لك الملاحظه. انا دائما بحاول هاي الكتاب تشابتر يعني يقارن لك بين قوى يعني بارتيكلز، مدى معناها كل الكل، بس بحكي لك لما تستخدمها مع زي الايام نال مدى يعني كل يوم، الجوي المدى كل اسبوع، تل مدى كل شهر، هي مدى يعني كل سنه مثلا، تقدر تستخدمها في شيء طريقه ثانيه اللي هي ميجو كل اسبوع، ميل كل يوم، ميول كل شهر، ميدل كل شهر، مينيون كل سنه، ترى مي بنضيف، هاي تتشابه. مثلا بحكي لك تقدر تستخدمه امثله نال مدى وهيسا هيك يوم، يعني كل يوم بروح على هيسا الشركه، بس بنحكي ميل حقيقه يوم او ميل حقيقة، يعني أنا بروح على المدرسة كل يوم، نفس الشيء نال مدى أو ميل. طيب الجوي المدى هيغا إسايو، كل أسبوع في ميتينج، أو نقدر نستخدم ميجو هيغا إسايو نفس المعنى كل أسبوع، أو تال مدى تابتيغا ناوايو، كل شهر بتطلع يعني تصدر جريدة أي مجلة، بحكي ميول أو ميدل تابتيغا ناوايو، نفس الشيء ميول أو ميدل، أو هي مدى إيساهيو، يعني أنا بنقل بيت كل سنة مرة، أو مينيون إيساهيو، أنا مينيون يعني كل سنة. طلع هي مدى مينيون نفس المعنى. في بحكي لك في حالة لما تحكي عن الجيب البيت، كل بيت بيت يعني كل بيت مختلف، مثلا ما بنحكي جيب مدى، بنستخدم جيب مدى مرتين. طلع يوجمنن جيب مدى انترنت هايون هيو، يعني these days all household، يعني كل الأبياء كل البيوت يعني بيستخدموا الانترنت، بنحكي جيب مدى يعني زي مرتين نستخدمها جيب مدى، يعني كل بيت وبيت يعني بيستخدموا الانترنت، هيك معناها. طيب هي هذا آخر بارتيكل باكات، المدى اللي معناها كل الجوي المدى يروي المدى، يعني أنا مثلا الجوي مدى تشلنها يوتيوب تشلنها، يعني أنا كل أسبوع باجي بصور فيديو الجوي المدى، هيك بحكي. طيب هي باختصار مدى معناها كل، تستخدم يعني لكل أسبوع كل شهر كل سنة كل يوم كل أحد هيك، أو مثلا تقدر تحكوا شمال مدى هانغوغورل بيوايو، يعني كل عطلة أسبوع أنا بدرس اللغة الكورية. طيب هيك إذا خلصنا شابتر 3 اللي هو 20 بارتيكلز، في منهم شوي بخربت، في منهم جدا سهل اللي بدهاش قاعدة، في منهم لازم تنتبه على حرف العلة وحرف الساكن. بتمنى إنكم ترجعوا على السلسلة نفسها اليونت 3 وتراجعوا وتشوفوا إيش، تربطوا القواعد مع بعض كيف تيجي بنفس الجملة وتفرقوا بينهن. وإذا عندكم أي سؤال اكتبوا لي في التعليقات،